مسك الختام بي ام تي في الايف لليوم السيد زياد عيتاني. صباح الخير. صباح النور. حضرتك علامه وباحث بالتراث الشعبي. نعم. واليوم بمناسبه عيد الفطر رح نحكي عن عوايد عيد الفطر بشكل عام، رح نحكي عن معنى العيد بالاول. اوكي. العيد بمعناه اللغوي يعني الشيء الذي يتجدد كل سنة على المحبة والفرح. ولدى الطوائف المسيحية الإسلامية كما المسيحية في عيدين أساسيين، لهن عيد الفطر وعيد الأضحى. ودائما العيد يتوج عبادة معينة. يعني عقب صيام شهر رمضان المبارك بيجي عيد الفطر. وبعد تأدية فريضة الحج بيجي عيد الأضحى. لذلك جرت العادة منذ القدم أن يتم التحضير للعيد واستقباله قبل بضعة أيام، خصوصا عم نحكي بحقبة زمنية غابرة، يعني مع إذا بدنا نحكي مع حوالي مئات السنين لورا أو أقل شوي. كان يتم التحضير للعيد في البيوت وخارج البيوت لما كان النمط الاجتماعي يختلف عن العصر الحالي الوقت الحاضر. كان على سبيل المثال ستات البيوت بينصرفوا قبل العيد بضع أيام أنه يعزلوا العيد، يعزلوا البيت، تعزيلة العيد بيسموها. نعم. حتى ليستقبلوا الضيوف والمعايدين بمناسبة حلول العيد. وبعد الانتهاء من تعزيلة العيد كانوا يحضروا أيضا معمول العيد أو كعك العيد كما يسمى في عدد من البلدان وتحديدا مصر. نعم. بالماضي ما كان في محلات تحضر هذا النوع من الحلوى بمناسبة العيد، لذلك كانت الستات هي تتبارى فيما بين داخل البيوت لتحضير وأعداد معمول العيد. مين بيعمل العيد؟ أطيب معمول تماماً يعني. تماماً كانت المنافسة. نعم. إيه مين، وفي نوع من المنافسة فيما بينهم أنه مين بيكون المعمول أطيب. نعم. وأشهى وذوقه أطيب. هلأ عم بتشهينا بهالصور اللي جاي دائماً العيد هو بيرمز للحلويات. وبالماضي العيد دائماً أكل وشرب يعني غريب. بالأستانة أيام الدولة العثمانية. نعم. كانوا يسموا العيد عيد السكر نسبة لأصناف الحلويات اللي كانت تضيف بمناسبة العيد. نعم. فالسيدات بعد انتهاء من تجهيز وأعداد المعمول كانوا يبعثوا للأفران لخبزه. نعم. وعادة الأفران كانوا ياخذوا. نعم. الأجرة عبارة عن بضع حبات من المعمول. نعم. ولاحقا صار في انفتحت محلات. نعم. في بيروت وفي طرابلس وفي صيدا وفي مختلف المدن لتحضير الحلويات العربية. وعادة المعمول هي موجودة. نعم. من الزمن الفرعوني، من زمن الدولة الفرعونية كمان كانوا بالمناسبات والأعياد السعيدة يقدموا المعمول. حتى في بعض الباحثين والمؤرخين بيشيروا إلى أنه بالمدافن كانوا يدخلوا حلوى المعمول إلى جانب الأشخاص اللي هن متوفين ويتم تحنيطهم داخل كمان. المعابد. نعم. يعني وتطورت عادة. نعم. المعمول وتحديدا بالعصر الإسلامي أخذت حيز كبير بزمن الدولة الفاطمية، وما زالت هذه العادة دارجة حتى الآن. والملفت هون بالنسبة للمعمول بس بحب أن نشير للشغلة أنه عند الأعياد الإسلامية والمسيحية بيتم ضيافة المعمول بمناسبة الأعياد. نعم. التحضير للعيد هو طبعا هيك تحضيرات حسية يعني. نعم. بالمطبخ بالحلويات. صحيح. صحيح. ولكن نعم. حكينا عن الستات أيضا، الصبايا عادة بالعيد كان في عادة دارجة وبعدها موجودة ببعض البلدان العربية تحديدا بالخليجية كانوا يتخططوا بالحنة. ابتهاجا وفرحا واستقبالا للعيد، فكانوا ينصرفوا في مثل بيقول انه صامت يوم وليله وتحنت للعيد. هذا مثل بيروتي قديم. فعاده الحنه كانت موجوده سابقا وما زالت مثل ما قلت ببعض البلدان، ولكن بشكل عام هلا يمكن شوي تتوح المحله اذا بدك. وهي كانت نبته الحنه تستخدم لعلاجات طبيه بالاضافه للتزيين وللتبرج. نعم. وهي اللي اكتشف هذه النبتة وفوائدها هن الفراعنة منذ القدم. وبالمقابل شو هالرسومات اللي عم نشوفهم يعني. نعم. نحن. نعم. منعودين على هالمخطوطات العربية. نعم. شوي، ولكن هون عم نشوف ألوان. هي في نقوش عديدة وفي زخارف عديدة بيتم اعتمادها، وهي فن قائم بذاته حقيقة. والحنة هي طبعا مستخرجة من نبتة موجودة. نعم. عم نشوفها هون بيتم طحنها وعجنها وبالتالي استخدامها. نعم. نعم. وأيضا كانوا بالزمان أنه الملبوسات ما كانت جاهزة، ما كان في أسواق بتبيع الألبسة جاهزة، ودائما العيد فرحة فبيعبروا
عن الفرحة بتياب العيد. فكان بكل حي في خياطة للستات وللصبايا توصل الليل مع النهار آخر 10 أيام من العيد لتحضر صو العيد أو كسوة العيد للستات وللصبايا، في حين أنه الرجال والشباب والولاد كانوا ينزلوا على سوق البزركان عنا ببيروت. أيام ما كان اللباس هو اللباس العربي، يعني مثل ما نعرف الشروال الخمباز إلى آخره، وأيضا الرجال كانوا يتوجهوا على محلات لكوي الطربيش، والطربوش هو هيك رمز من رموز الرجولة آنذاك والفروسية، فكانوا يقصدوا محلات خاصة بكوي الطربيش. نعم. ولاحقا لما صارت الألبسة جاهزة صار في أسواق خاصة مثل سوق الطويلة، سوق سرسوق إلى آخره، والله انتشرت المحلات. وأيضا كمان كانوا رجال يروحوا عند الحلاقين كمان في قصة بيسموها قصة العيد. هذه بشكل عام التحضيرات اللي كانت تتم لاحتفالنا يعني بالعيد. كانوا الكل يقصوا زيت القصة. نعم أو يجي الحلاق على البيت بحديقة البيت، لما كانت البيوت هي عبارة عن فسحة وعن جنينة وعن بركة مي بداخلها، يجي الحلاق بيكونوا كل الأولاد مجمعين وكل أفراد العائلة مجمعين وبيقصوا قصة العيد. والعيدية شو قصتها؟ العيدية كمان هي الأولاد دائما بيحبوا التزاور وتبادل التهاني عند الأقارب، عند الجد، عند الجدة، العمات، العم، الخالات إلى آخره، للحصول على العيدية، واللي هي يعني بتعبر عن فرحتهم بهالمناسبة هاي، خصوصا أنه جرت العادة قديما أنه الأولاد يقام لهم احتفالات شعبية وألعاب شعبية ساحة عسور اللي نحن اليوم نعرفها بساحة رياض الصلح. وكانت تقام بهالساحة اللي هي كانت محاطة بشجر الجماز والصبير والتوت البري، الأرجيح والقلابات وأيضا صندوق الفرجة وباعة المخلل والحلويات على اختلافها. ولكن بوقت لاحق عن تمدد بيروت وتوسعها انتقل أو أخذت البلدية قرار بنقل هذه الاحتفالات اللي كانت تقام بساحة عسور إلى منطقة حرش بيروت، هذه المنطقة المعروفة بشجر الصنوبر. واللي بقيت هذه الاحتفالات تقام فيها للأسف لحد ما اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية العباسية المدمرة، اللي قضت على هذه العادة أو المهرجان اللي كان يقام بحرش العيد واللي كان يقصدوه مختلف الأطفال من كل المناطق ومن كل الطوائف للاحتفال بالعيد. كان في صندوق الفرجة، كان في العرداتي اللي برأس السعدان، كان في صندوق الفرجة، يعني هيك ريت تذكرنا. هو صندوق خشبي، أولادنا ما بيعرفوه. صحيح هو صار فيه الألعاب الإلكترونية إذا بدك محله. صندوق الفرجة هو عبارة عن صندوق خشبي له 3 فتحات، بداخله في مثل دولاب بفرجي صور مختلفة، الولاد كانوا يبتهجوا برؤيتها، أنه كانوا يوقفوا 3 أولاد كل واحد على ثقب من 3 اللي موجودين حتى يتفرجوا على المناظر اللي بيضمنها صندوق الفرجة. وأيضا كان في المراجيح والقلبات، وكان في أهزيج تردد لدى الأطفال بهالمناسبة، وكان في بيع المخلل وبيع التفاح المغطس بالسكر والغزل البنات والكرابيج وكل هالأمور هذه اللي كانت محببة ومستلطفة عند فالأطفال اللي كانوا يجمعوا كل هالعيديات يروحوا على مدار الأيام 3 اللي يحتفوا فيها بالعيد يصرفوها بحرش العيد. لذلك في مثل بيقول أنه راح الحرش ورجع بلا قرش، هذا المقصود الأطفال. يعني كل هالعيديات اللي جمعوها أبداً بتطير بالحرش. والأهالي قد ما كان ينشغل بالهم على أطفالهم، على أنه أحيانا بتعرف الأولاد بيصير في هيك بيتخانقوا بطريقة محببة بين بعضهم وهيك يعني بشكل عام، فأنه يرددوا مثل الأهالي أنه خلص العيد وفرحاته إجا الأستاذ وأطلته. أيام الكتاتيب طبعا نحن عم نحكي لما كان الأستاذ أنه يستعمل الفلع لما كان الأستاذ تماما. أنا برفض هالفكرة زيادة، أنا كنت أعلم كمان، فكرة عنفية الكل بيرفضها بالتعليم والتربية الحديثة. طبعا الأمور كلها كانت هيدي عوايد قديمة وكانت تتاخد على كل بطيبة خاطر. صحيح. كان الكل هيك وكأنه عائلة كله مع بعض. تماماً. كان في ألفة، كان في محبة، كان في ترابط عائلة، كان في نمط اجتماعي للأسف اليوم تفكك بحكم تطور الزمني والحداثي والعصرني وزمن التكنولوجيا. وكمان كنا في عادة حميمة كانت موجودة أنه أول يوم العيد كل أفراد العائلة بيحتفلوا بوجبة الغداء
عند كبير العائلة. لغالبا ما يكون هو يمكن الوالد الأكبر للأولاد الجد أو الجدة وإذا متوفيين الأخ الأكبر، فالكل يجتمع عندهم ويتم الاحتفال بقدوم العيد بأول يوم العيد عند كبير العائلة. شو بقى من هالعوايد اليوم زياد؟ للأسف أغلبا انقرض، يمكن اللي بقيت هي صلاة العيد. نعم. صلاة العيد الرسمية تقام عادة بالجامع المركزي بأي مدينة. عندنا ببيروت الجامع المركزي كونه هو الأقدم والأكبر كان الجامع العمري الكبير. نعم. كان تقام الصلاة بحضور الوالي بزمن الدولة العثمانية ومفتي بيروت، ولاحقا عند إعلان دولة لبنان الكبير صار بأم الصلاة هو مفتي الجمهورية اللبنانية وبحضور رئيس الوزراء والنواب. ومن بعدها بيتجهوا إلى دار الإفتاء، وأول واحد ببادر إلى تهنئة المفتي ورئيس الحكومة هو رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العيد. هذا تكريسا للوحدة الوطنية والعيش المشترك والتزاوج العائلي بين مختلف الأطياف اللبنانية على تعددها وتنوعها، واللي هي يعني وجه حضاري للبنان كلنا بنفتخر فيه ونعتز فيه. أكيد، ولكن بعد هيك منحس أنه بعد فيه شوي طبعاً في بالعائلة عنا بلبنان. في حد أدنى، يمكن بدل المعايدات المباشرة وتبادل الزيارات صرنا يمكن بواسطة الرسائل الاس ام اس او الى ما هنالك من وسائل تما نسميها ونكون نوع من دعاية، بس بشكل عام. وحتى يوم الغداء اللي كان يتم اول يوم العيد عند كبير العيلة صار بيتم لدى احد المطاعم او الى ما هنالك يعني من ملاهي او من منتزهات موجوده بالمطعم. يعني هي المهم الجمعه زياد يعني ولو شافوا بعضهم هالنهار. صحيح. على الغداء هلا الفي بعدها موجوده المحبه موجوده، لان الاعياد دائما وبالعالم العربي ككل بشكل عام نعم. يعني كل الاعياد لدى كل الطوائف بكل المناسبات هي فرصه للالفه للمحبه للطلاقه للانفتاح على بعضنا البعض. واحلى صوره للاعياد عندما يعني الطوائف الاخرى تبادل الفرحة باقي الطوائف اللي هي بتكون بحتفلة بأعيادها، وهذا الشيء نحن بنلمسه أكثر شيء يمكن بلبنان، لأنه لبنان بلد متعدد الطوائف والكل بيحتفل مع بعضه بهالمناسبات السعيدة. والحلويات بعدها عم بتكون زيتها؟ هي زيتها، المعمول ما يزال هو موجود ولكن ما بقى يصنع في البيوت، صار بيتم إحضاره من المحلات المخصصة لبيع الحلويات العربية. وقدي طيب يعني هلأ رح نظهر من هون ونروح ناكل معمول. يا زياد شهيتنا. زياد عيتاني شكرا لك. حضرتك إعلامي وباحث بالتراث الشعبي، نحن بنتأمل نشوفك قريبا إن شاء الله. شكرا، ينعاد عليكم. وعليك يا رب. مشاهدينا نحن لهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم. أنا بدي أشكر كل اللي ساعد الجمعيات اللي كانت معنا اليوم، وبدي أيضا أشكر كل اللي عم يتصلوا على 1105 لمركز سرطان الأطفال. ما ننسى أنه الأعياد هي أعياد عطاء، إن شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والصحة. باي باي.